أهلا بكم. دعا رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي الحكومة والبرلمان إلى إصدار قرار عاجل بشأن العمالة الأجنبية في البلاد. وقال الخالدي إن أرقام العمال الأجانب ونسب العمل الأجنبي في الشركات الدولية النفطية مخيفة، وهي بحاجة إلى وقفة جادة لمنع ازدياد أعداد العاطلين عن العمل وضياع العملة الصعبة خارج البلاد. وأضاف أن على الحكومة والبرلمان إصدار قرار ملزم لشركات القطاع الخاص بتشغيل الأيدي العاملة العراقية ومنع دخول العمالة الأجنبية بطريقة صارمة. وأوضح أن استمرار تدفق العمالة الأجنبية في البلاد سيحدث تغييرات ديموغرافية في البلاد وسيؤدي إلى انهيار المجتمع وقيمه بسبب البطالة وعدم توفير فرص عمل عادلة. كشف رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الأنبار فرحان الدليمي عن توقف عشرات المشاريع الزراعية في مدن المحافظة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. وقال الدليمي إن انقطاع التيار الكهربائي حرم عشرات الفلاحين من سقي محاصيلهم الزراعية وأثر بشكل سلبي على انتعاش الواقع الزراعي، مشيرا إلى أن مزارعي المحافظة يواجهون معاناة كبيرة جراء توقف مشاريعهم دون إيجاد بديل مناسب لهم، ما ينذر بانخفاض كبير في انهيار الواقع الزراعي في المحافظة. حذر النائب عن محافظة بابل صادق مدلول السلطاني من هجرة 30,000 شخص بسبب التخطيط الخاطئ لوزارة الموارد المائية في مشروع تبطين جدول جداول بابل. وقال السلطاني إن وزارة الموارد المائية ستتسبب بهجرة 30,000 نسمة بسبب تخطيطها الخاطئ لمشروع تبطين جدول بابل الذي يروي عشرات آلاف من الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الوزارة أخطأت بالتبطين الجزئي منذ 6 سنوات ما أدى إلى عدم وصول مياه الشرب والسقي. وأكد السلطاني أنه على الرغم من تخصيص مبلغ 2 ملياري دينار للمشروع إلا أن وزارة الموارد المائية لم تقم بأي إجراء يذكر. كشفت لجنة الخدمات النيابية عن وجود فساد كبير في عقد تاكسي بغداد داعيا وزارة النقل والأجهزة الأمنية إلى رفع جميع العوائق أمام المواطنين وفتح طريق المطار. وأوضحت اللجنة أن هناك عوائق تمنع فتح طريق المطار أمام المواطنين، ومنها تاكسي بغداد حيث تفرض من خلاله أسعار باهظة على الركاب غير موجودة في كل دول العالم. أعلن مصرف الرافدين أن الحد الأعلى لمنح القروض لأصحاب المختبرات والمذاخر الطبية يصل إلى 50 مليون دينار، وبضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض رهنا تأمينيا. وقال المصرف إنه تم تحديد قرض 25 مليون في حال قدم المقترض كفيلا موظفا مدنيا من موظفي دوائر الدولة المواطنة رواتبهم لدى المصرف، مشيرا إلى أن مدة القرض تبلغ 5 سنوات مع فترة إمهال 3 أشهر. إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. إلى اللقاء.